لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. علمني رمضان، علمني رمضان. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أتم علينا النعم، الحمد لله الذي أعاننا على الصيام والقيام. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ما صام الصائمون، الله أكبر ما قام القائمون، الله أكبر ما اعتمر المعتمرون، الله أكبر ما تهجد المتهجدون، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصائمون القائمون، إن رمضان مدرسة عظيمة تتربى فيها الأخلاق، وتطهر فيها القلوب، وتزكو فيها النفوس، وتسمو فيها الأرواح. علمني رمضان، فيا هل ترى من هو المحروم فنعزيه، ومن هو الفائز فنهنيه. علمني رمضان، ماذا علمني رمضان؟ علمني رمضان التوحيد، كما في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله هو الذي خلقنا، وهو الذي يرزقنا، وهو الذي ينفعنا، وهو الذي يضرنا، ولا يكون إلا في كونه إلا ما أراد، ولا يتم في كونه إلا ما أراد. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. الله وحده المستحق بالعبادة، فله نصلي وله نركع وله نسجد وله ندعو وبه نستغيث وله نذبح. لا إله إلا الله. علمني رمضان، علمني رمضان سنة خير الأنام. فكنا نفطر على السنة ونتسحر لأن السحور من السنة. فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. علمني رمضان حسن الخلق، فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا لإتمام مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة وأزكى السلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال عليه الصلاة وأزكى السلام: فأثقل شيء في الميزان تقوى الله وحسن الخلق. علمني رمضان الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفص ولا يفسق، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. وعلمني رمضان كيف نضبط الأخلاق، فقال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفص ولا يفسق. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وإذا ضاعت أخلاق القوم فأقن لهم مأتما وعويلا. فالأخلاق ضاعت، والأزمة الحقيقية في هذا الزمان أزمة أخلاق. ولو أردنا أن نسمي الإسلام اسما آخر لسمناه دين مكارم الأخلاق.
علمني رمضان الصبر. وما أدرك ما الصبر؟ صبرنا عن الطعام والشراب والجماع 17 ساعة لله، فهيا بنا نعيش بالصبر. فالإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. علمني رمضان صلة الرحم، فكل العائلات كانت حريصة على أن تفطر في اليوم الأول مع بعضها البعض. تجتمع العائلات في اليوم الأول من رمضان، والأسرة المسلمة القوية المتماسكة هي أساس بقاء المجتمع وأساس نجاح المجتمع، وصلة الرحم هي من صلة الله، ومن قطعها قطعه الله. والله تبارك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. وقال عليه أصدق السلام: من صره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في رحمه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. علمني رمضان بر الوالدين، فكل واحد منا كان حريصا على أن يفطر مع والديه. والله يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنيئا لمن كان والديه على قيد الحياة، هنيئا من أصبح وله أبوان، أصبح وله بابان مفتوحان في الجنة، ومن أصبح وله أب واحد أصبح وله باب واحد مفتوح في الجنة، وإذا مات أبواه أغلق هذان البابان. تبروا آباءكم تبركم أبناءكم، وعامل والديك بما تحب أن يعاملك به غدا ولدك، والجزاء من جنس العمل. علمني رمضان الحفاظ على دماء المسلمين، فإذا كان صوم يوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. دماء المسلمين معصومة بما عصمها الله جل وعلا، فدماء الجيش وأفراده معصومة، دماء الشرطة وأفرادها معصومة، دماء الشعب وأفراده معصومة، دماء الإخوان المسلمين وأفرادهم معصومة، دماء المسلمين معصومة. سلمنا من اليهود، سلمنا من النصارى، سلمنا من الأمريكان، ويقتل بعضنا بعضا. فيا معشر التكفيريين، الله 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 في مصر، الله الله في أمان مصر، الله الله في جيش مصر. فبقاء مصر معناه بقاء للأمة الإسلامية بأسرها، بقاء للأمة العربية بأسرها. فالله أراد مصر، لذلك خلقها وكتب لها أن تكون رائدة العالم الإسلامي، أن تكون رائدة العالم العربي. فينبغي أن نحافظ على الأمن والأمان في مصر. أيها المسلمون، علمني رمضان أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، ومصلحة الدولة تقدم على مصلحة الجماعة. علمني رمضان أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد، ومصلحة الدولة تقدم على مصلحة الجماعة. فاتقوا الله في مصر، فاتقوا الله في مصر. فبقاؤها بقاء للدين، بقاؤها بقاء للأمة الإسلامية، بقاؤها بقاء للأمة العربية. علمني رمضان إطعام الطعام كسرت موائد الرحمن في رمضان، والنبي الكريم يقول: أفشوا السلام وأطعموا الطعام تدوى صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. فينبغي أن يستمر إطعام الطعام إلى ما بعد رمضان. علمني رمضان الإخلاص، فالصيام هو العبادة الوحيدة التي يستطيع الإنسان أن يخلص فيها لله رب العالمين، ولا يعرف
وقع الإنسان بصيامه إلا رب العالمين. لذلك يقول في الحديث القدسي: الصوم سر بيني وبين عبدي، والإخلاص هو من علامات قبول العمل الصالح، والعمل الصالح لا يقبل إلا بأمري: الإخلاص والمتابعة. وربنا يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص الإخلاص، أخلصوا في أعمالكم لله. والنبي والله يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فاطلبوا بأعمالكم وجه الله، فلو أثنى عليك الناس جميعا وكنت عند الله مذموما لا ينفعك ثناء الناس، ولو مدحك ولو ذمك الناس جميعا وكنت عند الله ممدوحا لا يضرك ذم الناس. فالإخلاص الإخلاص. علمني رمضان قراءة القرآن وأهمية القرآن للأمة المحمدية، فنحن نحيا بالقرآن ولا قيمة لنا بلا القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله، كتاب الله، وسنتي. يوم أن تخلت الأمة عن كتابها عن قرآنها أذلها الله جل وعلا للغرب والشرق. قال سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا فيه؟ في هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين. أيها الناس، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إن هذا القرآن هو سر حياة الأمة. قال جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سمى القرآن روح، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتمسكوا بالقرآن والزموا تلاوة القرآن بعد رمضان. اقرأوا القرآن، تدبروا القرآن، اعملوا بما في القرآن. علمني رمضان قيام الليل، وقيام الليل شرف المؤمن، ولا قيمة للمؤمن بلا قيام الليل. فقيام الليل دأب الصالحين، دأب الصحابة الكرام. قال ربنا جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. علمني رمضان حب الطاعات، حب الطاعات من الذكر والصلاة والصيام وإطعام الطعام والسعي على الأرامل والأيتام. فقد كان رمضان علمنا كيف نكفل الأيتام ونسعى على الأرامل والأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. والنبي الكريم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. فلا تنسوا الأيتام بعد رمضان، لا تنسوا الأرامل بعد رمضان، لا تنسوا الفقراء بعد رمضان. علمني رمضان أهمية الوقت، فالدقيقة في رمضان لها قيمة. إذا أفطر الإنسان قبل المغرب متعمدا بدقيقة واحدة بطل صيامه، وإذا شرب بعد الفجر متعمدا بدقيقة واحدة بطل صيامه. فيا أيها الإنسان، رأس مالك الذي تتاجر به مع الله هو الوقت، فاحرص على وقتك. والأعمار أنفاس معدودة، ورمضان أياما معدودات وانقضت، وعمرك أياما معدودات وسوف تنقضي. فخذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لمرضك. فاهتموا بالوقت. علمني رمضان أهمية الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: للصائم دعوة لا ترد
للصائم دعوة عند فطره لا ترد. فيا أيها الفقير إذا أردت الغنى فقل يا الله. يا أيها المكروب إذا أردت تفريج الكرب فقل يا الله. يا صاحب الهم يا صاحب الدين يا صاحب الذنب يا صاحب الحاجة قل يا الله. أين الله وإذا سألك عبادي عني؟ أين الله أين الله إذا سألك عبادي عني؟ فإني قريب. الله قريب، الله يسمعك، الله يستجيب لك. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء قال سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي الكريم يقول ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علمني رمضان أهمية الدعاء، فالجوا إلى الله وارفعوا أكف الضراعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. ألا يستحي العبد ويرفع يديه ويقول يا الله. علمني رمضان أن نتخلص من المظالم، فإن الصيام لا يقبل مع مظلمة أو شاحنة، والظلم ظلمات. فيا من تظلم الناس اعلم أن الموعد عند الله جل وعلا، موعدنا مع الظالمين عند رب العالمين. وعند الله تجتمع الخصوم فينتصر الله من الظالم للمظلوم. عند الله نجتمع، عند الله نجتمع. فيا أيها الظالم تخلص من مظلمتك في الحياة الدنيا، فالتخلص منها في الدنيا سهل يسير، أما يوم القيامة حسنات وسيئات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عرمني رمضان الاعتصام بحبل الله المتين. فكنا نفطر جميعا، جميع الأمة نفطر في توقيت واحد، ونمسك عن الطعام في توقيت واحد. نفطر عند أذان المغرب ونمسك عند أذان الفجر، نرجو رضا ربا واحدا. فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا يا معشر المسلمين. فقوتنا في وحدتنا، فقوتنا في عصمتنا وفي اجتماعنا. تأبى الرماح إذا اجتمعنا أن يتكسرنا، وإذا تفرقنا تكسرنا أحدا. اجتمعوا يا معشر الإخوة على كلمة سواء هي لا إله إلا الله. هيا بنا نجتمع على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فمنهجنا العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالاعتصام الاعتصام. هيا بنا نتنازل عن المطامع الشخصية، نتنازل عن المطامع الحزبية، نتنازل عن الأهواء، مقابل أن نجتمع على كلمة واحدة وتحت راية واحدة هي الكتاب والسنة. فإذا تمسكنا بكتاب الله نجونا جميعا. علمني رمضان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. علمني رمضان أن أعفو عمن ظلمني، أن أعفو عمن أساء إلي، أن أعفو عمن سبني. فكنت في العشر الأواخر حريصا على قولك اللهم يا عفو يا كريم اعفو عني، اللهم يا عفو يا كريم اعفو عني. يا من تطلب العفو من الله
وأنت لم تعفو عن العباد، فاعفو عن العباد يعفو عنك رب العباد، فاعفو عن العباد يعفو عنك رب العباد. ولا داعي للمشاحنة، فإن الله يغفر لكل العباد إلا مشرك ومشاحن. تخلص من المشاحنة التي في قلبك. علمني رمضان أن من خاصم فجر ولا يحق للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، فإذا زاد الهجر عن ثلاث فهو الفاجر. بعض الناس يقول شقيقي لم أكلمه منذ 10 سنوات. يا فاجر، شقيقك لم تكلمه منذ 10 سنوات يا فاجر. جاري لساني لم يخاطب لسانه منذ 10 سنوات يا فاجر. ابن عمي لم أراه منذ 10 سنوات ولم أكلمه يا فاجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر. علمني رمضان، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. علمني رمضان أن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، فإذا أردت أن تعرف أن الله قبل منك رمضان أم لا فانظر إلى حالك بعد رمضان. هل سوف تحافظ على الصلاة بعد رمضان؟ هل سوف تصوم الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر؟ هل سوف تصوم 6 من شوال؟ هل سوف تصوم يوم عرفاء؟ هل سوف تصوم في المحرم؟ هل سوف تواظب على قيام الليل بعد رمضان؟ هل سوف تواظب على صلة الأرحام بعد رمضان؟ هل سوف تواظب على بر الوالدين بعد رمضان؟ هل سوف تواظب على الإنفاق على الفقراء والمساكين بعد رمضان؟ هل سوف تواظب على إطعام الطعام بعد رمضان؟ إن وفقت لذلك فاعلم أن الله قبل منك رمضان. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن يومكم يوم عيد مبارك وسعيد، بارك الله لكم في يومكم وهنيئا لكم هذا اليوم. فهيا بنا في هذا اليوم نصل الأرحام، نصل الأرحام ونزور الجيران، ويهنئ بعضنا بعضا. وخيركم من يبدأ بالسلام، ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية، فإن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يصافح امرأة. فلا يصافح ابنة عمه ولا ابنة خاله ولا زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا ابنة الجيران ولا ابنة الحارة ولا ابنة المدخل ولا ابنة العمارة، إنما يصافح أمه وأخته وبنته وخالته وعمته وابنة ابنه أو ما حرم الله تبارك وتعالى عليه من النساء. ففي هذا اليوم لا تصافح النساء وصافح الرجال، وإياكم الدخول على النساء، فلا تدخل على امرأة في غياب زوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، الحم الموت، فالحم هو قريب الزوج أو قريب الزوجة، لا يدخل على المرأة في غياب زوجها وفي غياب محرمها. إن يومكم يوم معيد مبارك وسعيد، فلا تذهبوا فيه إلى المقابر ولا تزوروا المقابر، فإن زيارة المقابر مطلوبة وأمر شرعي، لكنها في غير يوم العيد، فهذا يوم الفرحة ويوم السرور. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الصائمون لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا تعود إلى المعصية بعد رمضان، ولا تعود إلى ترك الصلاة بعد رمضان، ولا تهجر المساجد بعد رمضان، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس
نحن نحب المسلمين جميعا، نحب فيهم ما فيهم من طاعة ونبغض ما فيهم من معصية، ولا نفرق بين مسلم وآخر. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط الواحد، وهذا ما تعلمناه في رمضان. الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. علمني رمضان أن أربي أبنائي على الطاعة كما ربيته على الصيام، أربيه على الصلاة وعلى السنة وعلى الطاعة. بعد رمضان الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. علمني رمضان ألا أنسى إخواني الضعفاء في بورما وسوريا والعراق واليمن، قد دعونا لهم طوال رمضان ونستمر في الدعاء لهم بعد رمضان. يا عزيز يا كريم يا حنان يا منان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في سوريا والعراق واليمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واعل اللهم بفضلك كلمتي الحق والدين. يا رب كما بلغتنا رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا من الذين ختم لهم رمضان بذنب مغفور وعمل متقبل مأجور وبرقاب معتوقة من النار. اللهم ارزقنا على اللهم ارزقنا الاستقامة بعد رمضان، اللهم ارزقنا الاستقامة على الطاعة بعد رمضان. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا. اللهم فك كرب إخواننا المعثورين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسرهم وردهم إلى أهليهم سالمين آمنين غانمين. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم احفظ مصر وشعبها، اللهم احفظ مصر وجيشها، اللهم احفظ مصر وأمنها، اللهم اجعل مصر بلد الأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والأمراض والمحن. اللهم انزل علينا رزقا من عندك، اللهم انزل علينا رزقا من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. وكل عام وأنتم بخير، وتقبلوا الله منا، وتقبل الله منا ومنكم العمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.